عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بيكم، ان شاء الله تكونوا بخير وفي خير الخير، واموركم كلها على العال. شنية حوالكم الناس الكل، شو عاملين؟ المهم البنات، جيتكم هاني بفيديو جديد، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. خلينا قبل كل شيء نصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات جيتكم اليوم فيديو معناتها سامحوني فورماسيون اللي عملتها، نعمل فورماسيون كل حبيت نشارككم النهار هذا شنو عملنا البنات، ونعيشكم كشوية الأجواء متاعنا، ونقول لكم شنو تعلمت، وباش نعطيكم هكا حاجات تعلمتهم وحاجات معناتها لاحظتهم وحاجات برشا حاجات حصيلو. المهم اللي مغرومة معناتها بالمرطبات معناتها بالكويزين، اللي مغرومة تقعد تتفرج في الفيديو وتسمع برشا هيك النصايح، وحتى اللي مش مغرومة زاد هذا يهم الصنعة ككل، معناتها تنجموا تستفيدوا، وكما يقولوا فيها الواحد راهو ديما يتعلم، ونتعلموا من بعضنا، والإنسان لين يموت هو كل يوم يتعلم حاجة جديدة، مهما كبر مهما أخذ خبرة ديما ديما يتعلم الإنسان. فهمتوا البنات؟ البنات اليوم باش نعطيكم ملخص شنو عملنا. تعلمنا اليوم باتفيتي كيفاش نعملوها، تعلمت البقلاوة الجبسية، تعلمنا الجاتو سواري كيفاش نعملوه، كيفاش نقصه، كيفاش معناتها الكوبري الكعبة، وكيفاش معناتها البرفانات اللي القوم تاعها معناها شنية، برشا حاجات حصلوا تعلمناهم. وتعلمنا الملفاي، ملفاي معناتها بالكريمة هذيك باتيسيير، وكله بال وبال وبالمرشوش من فوق، معناها بالفاكهة ولا بالفوندون، فوندون كراميل ولا فوندون بلون، معناتها برشا حاجات البنات. البنات نحب قبل ما نبدأ في معناها في الكلام باش نقوله لكم، نشكر الأعضاء اللي انضموا جدد لقناتي، مرحبا بيكم، ربي يعطيكم ما تتمنوا. وزاد نشكر حتى اللي متابعيني من الاول، وكل هذوكم ولينا صحبه ولينا معرفه، ربي يخليكم، ربي يعطيكم اضعاف ما تتمنوا، ربي يفرح قلوبكم ان شاء الله. باهي البنات، ونحب نشكر زاده الفورماتريس متاعي ليلى، يرحم والداها، ان شاء الله ربي يرزقها بذريه صالحه، انسانه ما شاء الله خلق واخلاق. صدقوني البنات، وشفت وشفت هاني معناتها عملت فورماسيونات برشا وكل شيء. صحيح فما زوز من الناس معناتها عملت عنده فورماسيون، هذوكم خلوا اثر عندي معناتها في قلبي، بهين محلاهم ما شاء الله عليهم، تعلمت منهم، استفدت منهم، سالتهم، جاوبوني بصدر رحب ما شاء الله عليهم. وليلى زوز هذوكم، ما غير باش نذكر، مانيش باش نذكر الاسامي، مي كل حد يجب تفاعله. لي فورماتريس الاخرين زوز هذوكم ما شاء الله عليهم، والفورماتريس هذه الثالثه تو ليلى ما شاء الله عليها بصراحه، وين شفت وشفت يا البنات، وقلب كيف قلبها، تشجيع كيف تشجيعها، نصائح كيف نصايحها، عمري لا ريت، ما شاء الله عليها والله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله ربي يرزقها من حيث لا تحتسب، ان شاء الله ربي يعطيها على قد قلبها، انسانه طيبه، انسانه تحب الخير. قد ما نحكي لكم البنات ان هي تحب الخير للعباد، تحب الخير معناتها كي تعطيك المعلومه، كيف توصل لك المعلومه، كيف تعلمك، كيف توسع بالها، كيف تنصحك، حتى بعد ما تروحي تتابعك ما شاء الله عليها بصراحه. قد ما نحكي وشويه البنات، والله بصراحه ساعات الواحد ما يلقاش الكلام، صدقوني الكلام ما يعبر ساعات علي نحسوا بيه والله. البنات هنا تعلم فينا كيفاش نعملوا الباتفيتي، هذه زبدة التوريق معناتها تورينا كل شيء بالدتاي. والحاجة اللي بصراحة ما قريتهاش، قريت في كيما نقولوا في معهد كل شيء، مي بصراحة البنات أول هذاك أول واحد اللي دخلت معناتها فيه كل شيء، في بالي معناتها باش نواصل نكمل عام كامل. يا أخي البنات ما ساعدنيش الحال، وقتهم اول حاجه الوقت نتاعهم، وثاني حاجه زاد مر لولا سي بون سافا وكل شيء، من بعد معناتها تبدلت برشا حاجات وتبدل الوقت وحصيله، وما ارتحتش معناتها كومبليتمون،
وما نكذبش عليكم البنات، البلاصه اللي ما نرتاحش فيها ما نوصلش فيها كاكا، حاجه منش مرتاحه فيها، بلاصه مش مرتاحه فيها ما نجمش نواصل. نحب نخدم، جوي باهي، اموري واضحه، هيك الهدوء، والناس هيك كلها معلتها صحيبات حبيبات جو، خاطر نحنا في فان كونت كنا جايين مثلا باش نتعلموا صنعة على رواحنا، وباش نخرجوا ونخلوا اثر طيب نتفكروه بعد سنين وسنين. زكية تحب كان الحاجات كيما هذه، جو نحس فيه نتكهر بك ونحس فيه جو سافابا ما نقعدش فيه وكل، ورغم اني البنات جي دي بيان هنا سطر عليها، كنت متميزة بالقدي بالقدي، وحتى كان وصلت معاهم باش نكون ممكن، مش باش نشكر روحي راني كل شيء، مي بالحق معناتها هذا ممكن نكون معناتها معناتها احسن وحده، معناتها باش نعمل جاتوات ولا حاجه كل شيء. اول حاجه على خاطر عندي خبره ومغرومه، وكي نعمل حاجه نحبها نبدع فيها، نعرف روحي واثقه من روحي 1000%، فهمتوا؟ مي هكا خرجت من غاديك، خرجت من غادي ومانيش نادمة البنات، مانيش نادمة علاش، خاطر ما البلاصة هذيك ما حسيتش روحي اني قدمت لي لو بلوس، ما عملت ما قدمت ليش حتى حاجة، الحاجات ممكن ما حسيت روحي لو بلوس ما فماش، معناتها صحيح حاجاتك اعطونا روستات عملنا حاجات وكل شيء، مين ما هوش هذاك البنات، ان شاء الله يكون ما يتأولش كلامي كل شيء، ما هوش هذاك اللوج عليه، لوج على مخير وما ولوج على حاجة ما نعرفش كيفاش نوصل لكم معلومة، مي مش هذاك، مش هذاك اللوج عليه، مش هذاك نفركس عليه، فهمتوا؟ مشيت عملت فورماسيونات اخرين لبنات عند واحدة اخرى ما شاء الله عليها، تعلمت منها، فما واحدة تعلمت منها البريوش بطريقة أخرى معناتها كرواسون ما شاء الله، وعملت معاكم في القناة من البنات الفيديو هذاك ما خذاش حظها الحقيقة وكل شيء، والله تعبت فيه وكل شيء، وقلتوا لي هبطنا فيديو الكرواسون وكل شيء كي هبط، رغم انه ما شاء الله جاي كرواسون بنا بنا، واللي تبع الرسالة يرحمني على والديا ويرح، واني بطبيعة الرحم على والدها اللي علمتني. وفما زاد فورماتريس اخرى هذيك زاد قدمت لي حتى هي الحقيقة ما نكذبش، عملنا معناتها في الزهرات ساعتها ما شاء الله، تعلمت ما نكذبش نعطي لكل ذي حق حقه، خاطر نهار اخر نتحسب بيه هذاك، على 40 على خاطر نتحسب بيه ما قدام شاء الله ربي، مغطيه بالزبده، والله صدق كل البنات باش انا واحده من تمسك الناس ما كاين نحبش عندك نعمل حاجه الفتيات خايبه، نحب وخايبين مسيرتي ولا مش الحياتيه دي ما نقول فيها، معناتها من الناس ما تشوف مني كان الخير، كلمتي صحيح نقولها ما نجمش النفق، الله غالب معناتها ان شاء الله غالب الحمد لله يا ربي، فرحانه بروحي كيف هيك ما نفقش حاجه، ما عجبتنيش ما حبيتهاش ما حبيتهاش، حاجة عجبتني كل نعطي كل حق حد حقها، ما خليهاش قلبي، انتي مزيانة وباهية وتحفونة نقول لك محليك مثلا، فهمتوا البنات؟ حبيت انا نعطيكم كمثل، مثال انتي محليك كل ما تخليهاش قلبي، فما ناس يشوفوك تبدي محليك كذا يخلوها في قلوبهم ما يقولوهاش، لغاية في نفس يعقوب، ما غير ما ندخل في موضوع اخر، مي زكية حاجة تعجبني كذا حتى عدوي نقول الحقيقة معناتها نقول فيه رأيي كان هيك باهي ولا خايب، فهمتوا البنات؟ هذوما اللي قدموا لي البلوس، والبنات وليلوته هذه ما شاء الله، ليلى ما شاء الله عليها، ربي يبارك لها في صويبعاتها في دياتها في دارها في الباتيري متاعها في خدمتها، ان شاء الله ربي يبارك لها وان شاء الله ربي يفرح قلبها محلاها بصراحه. البنات بنحب نقول لكم على الباتيري هذه في مارث في زهرات تحديدا، اللي يحب معناتها يعمل عندها فورماسيون ننصحها معناتها وبشدة ما شاء الله عليها، تعطيك المعلومة ما تخبي عليك حتى شيء بالاستيس الكل بالاسرار الكل، الباتيري متاعها زهرات بحذاء اسماك الباشا، واللي تحب حتى نعطاها نمرها نجم نعطاها نمرها معناتها تتصل بها، راهي البنات صدقوني صنعتها ذهب ما شاء الله عليها بصراحة، جربت حاجات وتوب على الاخر بصراحه ما نكذبش، البنات وحسيت روحي اني هذا مكاني هذا هو هذا بلاصتي، لوشت لوشت لين الحمد لله يا ربي طيحني، ديما نقول ربي بعد عليا العباد الخايبه،
ومعناتها وان شاء الله ربي ديما يطيحني بالعباد الباهية واللي تشبه لي واللي كيفي، خاطر نعرف روحي شنية ديما نطلب، وديما حتى ساعات نكون في بلاصة خطأ سبحان الله الواحد ما يعرفش، ديما ربي يبعدني عليها، كيما البلاصة اللي حكيتلكم عليها حسيت روحي مش متاعي، ما تشبه ليش، ما قدمت لي حتى حاجة، ربي سبحان الله أنا جاب سبب وخرجت منها والحمد لله يا ربي، أني معناتها طحت بليلة هذه ما شاء الله عليها سبحان الله، إنسانة طيبة هني نعمل عندها هي في الفورماسيون فهمتوا. والحاجة الباهية واللي عجبتني البنات خاصة كي تكوني مغرومة بحاجة تعملاها تقدمي فيها الإضافة وتتميزي وتعملي وتوصلي لوين تحبي. والحاجة الزادة السمحة اللي عجبتني في الفورماتريس هذه اللي تعلم عندها ليلى، إن هي هذوما البنات معايا بنات نسي معناتها النهار هذايا معايا نسي خليني يتعلموا حتى هما البنات تعطيكي حتى أسوام الحاجات منين تشري، مثلا منين تشري كالحاجة بقداش معناها تشريها الأسوام منين الماتريال متاعها، توريك بالأسوام وكل شيء، شري هذه اعملي هذه وكل حتى كل شيء كل شيء بالديتاي متاع الديتاي الديتاي، معناتها تخرجي من عندها تخرجي من عندها متمكنة وعارفة وفاهمة دومان الباتيري ودومان الحلو سالي سكري، فاهمة كل شيء امورك واضحة معناتها، وتتبعك حتى من بعد حتى كتبت في الدار ولا حاجة تتبعك تعملي حاجة تعطي رايها. والحاجة اللي عجبتني فيها بالكدي بالكدي ابار ان نتعلم بالكدي، ان هي تشجع بالكدي بالكدي بالكدي، راهو الانسان كي يلقى التشجيع البنات راهو يبدع راهو يعمل يوصل البلايص ما حتى هو نفسه ما كانش يتوقع روحه انه هو يوصلها. انا ظاهر اللي هي توريك لها السكريتاج نتاع البات في تي، وعمل هذيك البقلاوه ما شاء الله الكابسيع البنات، ان شاء الله نعمل هيكم في فيديو هيك واحده بالديتاي وكل شيء اللي يحب يتعلمها، خاصه تو باش يجينا رمضان راهي باهيه وبنينه اللي يحب يعمل منها حتى كميه صغيره وكل معناتها اي نجم، خاطر حلو بنين بالكدا البقلاوه هذه الجابسيه، فبرشا ما يعرفوهاش ان شاء الله باش نعملها لكم، عجبتني بالكدا القوم تاعها بنين من قبل نشري فيها وتعجبني لهنا، ما لقيتهاش بلايص اخرين مثلا في سوسه في تونس ما شفتهاش، مي هي ديجا اسمها بقلاوه جابسيه، فما اللي سماها البقلاوه الكبيره فهمتوا. ابنينا البنات على الاخر وان شاء الله نعملها معكم. المهم البنات ننصحكم ديما كيما ديما نقول لكم تبعوا غرامكم، تبعوا زاد البلاصه اللي تبدو مرتاحين فيها، اعملوا الحاجات اللي انتم تحبوها واللي انتم مرتاحين فيها واللي انتم مقتنعين بها فهمتوا، وصدقوني اللي كبش في حلمته يوصل. البنات تواني الحمد لله يا ربي ناخذ ذيك مندات نخدم ما شاء الله كل حاجة نخدمها البنات صدقوني مضمونة، أول حاجة بنا نظافة رتابة اتقان ما شاء الله، معناتها اللي يذوق منها ما يختلفوش عليه اثنين ما شاء الله. البنات الحمد لله يا ربي وصلت للنيفو هذايا متاع الجودة والبنة متاع الحاجة، خاطر نحب كي نخدم حاجة حد باش نبيعها ولا لحد نحب نخدمها بإتقان، نحب نخدمها معناتها كيف يذوق ياكلها العبد يقول يرحم ولدها، معناتك الحاجة بنينة معناتها تعجبه، باش اللي ياخذ منك مرة ياخذ منك مرتين وثلاثة وأربعة وكذا 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 فهمتوا. البنات ديما ركزوا على الجودة، جودة المنتوج اللي باش تعملوه ونظافة بالطبيعة وبرشا حاجات هذيك اللي تخلي الإنسان ينجح ويوصل وربي يبارك له. والبنات ديما ننصحكم ديما ركزوا كيما قلت لكم على نظافة الحاجة اللي باش تعملوها، الحاجة اللي ترضي روحك انتي باش تاكلاها معناتها الحاجة اللي ترضاها لروحك ارضاها لغيرك، معناتها حاجة رد بالكم تعملوا حاجة مثلا انتي بتاكليهاش اما غيرك تعطيها لا ياكلها، لا اللي تودي به روحك ودي به غيرك فهمتوا، هك باش يبارك ربي في الحاجة وانتي بتبدي مرضية ضميرك، خاطر كل حاجة نتحاسبه عليها. الحمد لله يا ربي اللي نخدم بالحاجات كيما هذه، كأن معناتها الحاجة نخدمها كأني لروحي كأني باش ناكلها كأني باش نود بها ميمتي ولا خيتي ولا حد عزيز عليا
كيف كيف باش الحاجة باش نبيعها كأني باش ناكلها كأن ليا، فهمتوا؟ اللي شوفوا البنات هذا القصص عجبني، قالت لي على السومة متاعها معناتها يقص هيك بطريقة متساوية ومع بعضها كل كرش متنا بيه وكل هذه معناتها هون نقصه في البقلاوة الجبسية البنات، نقصوها قبل ما ندخلها زادا كيما الاخرى، معناتها قبل ما كيما البقلاوة العادية، اما هذه بقلاوة كبيرة فهمتوا، مش كيما الاخرى، وطريقتهم مش كيف كيف البنات، مش كيف ما البقلاوة التونسية العادية هذيك الصغيرة، مش كيما هذه حتى الطريقة مش كيف كيف، هذه فيها طبقتين عجين بركة، طبقة من فوق وطبقة من اللوطة، ومن الوسطى ذيك فاكهة وكل ده. ان شاء الله نعمل لكم فيديو ونهبطه لكم، اللي تحب تتعلمها تتعلم، اللي بربي كتبولي في التعليقات كان تحبوا نهبط لكم الفيديو متاع البقلاوة الجبسية نهبط لكم. هما فما شكون حتى في الفيسبوك يحبوا على الرسات فهمتوا، كان انتم زادة تحبوا نولي نهبط لكم الفيديو في اقرب وقت، كان انتم بتحبوش قولوا لي في التعليقات. المهم البنات حبيت نقول لكم والله الحمد لله يا رب، الحمد لله نحمد ربي ونشكره اني معناتها تعلمت برشا حاجات وقاعده نتعلم ومازلت مستمره، وبقدره ربي باش نكمل عند مع ليلى كل شيء، الفورماسيون تاعي كل هي توفى فورماسيون توفى نورمالمون في مارس هكاك افريل. المهم وان شاء الله حتى باش نعمل فورماسيون ان شاء الله في الصيف في حاجه اخرى تابعه للكويزين والحلو وكل شيء، اختصاص اخر وكل شيء ان شاء الله نقول لكم عليها في الوقت، وربي سهل ان شاء الله. شوف البنات اللي هنا البقلاوه هذه بعد ما عملناها ورشمناها وكل قصيناها عملناها بالدورير البنات، اصفر العظم وكل دهناها بالقدي بالقدي، حكم تشوفوا فيها كيفاش دهناها مليح مليح، دهناها بالقدي باش كي تدخلها الفرن تجيكم لونها دوري ومزيان. والبنات باش نعملوا لها الشحور نتاعها خاطر ملي خرجها سخونه البنات صبوا عليها الشهور متاعها فهمتوا، ان شاء الله كل شيء هو الشهور متاعها يجي جاري شويه ان شاء الله نعمله لكم فيديو ومعناتها وتشوفوه معناتها كل شيء بالدتاي. المهم البنات اللي تحب تعمل فورماسيون والله صدقوا البنات راهو ما قالت ليش لا حد شيء وما تعلمش حتى بالفيديو هذا، اما بان هي طيبه والانسان ما ضد الباهيه كان الباهيه، حبيت نحكي عليها في الفيديو وحبيت زادة نوصل معناتها كيما نقولوا ميساج كاي على الانسانه هذية، وحبيت زادة نعاونها كان فما شكون يحب يعمل فورماسيون عند انسانه متمكنه وبروفيسيونيل وتعطيك اسرار المهنه كله وتعطيك برشا حاجات حتى انت ما كنتش تتوقعها، حتى على الماتريال من تشري، حتى على الحاجات بقداش، حتى على دعمي هذه ما تعمليش هذه، كل شيء تقوله لكم ليلى راهي ما شاء الله عليها القلب الطيب القلب السمح، تتمنى الخير للناس الكل وتشجع بالكدي بالكدي بالكدي، معناتها اللي تحب تتعلم صنعه امراه كاني في دارها بتصنف ولا باش تسترزق ولا صبيه في الدار تحب تتعلم صنعه تخليها للزمان وكل شيء وتسكن بالطبيعة مارث وأحوازها وكل، تتفضل عند ليلى باتيري ليلى الزارات قرب أسباك الباشا، واللي تحب نمر تليفونها كما قلت لكم نعطيهولها. شوفوا البنات هذا هو الشهور بتاعنا وقاعد يغلي الكل، ورتنا زادة كيفاش معناتها حتى من غير مثلا وحده اللي عندها ترمومتر هكذا واللي ما عندهاش ترمومتر زاد تنجم تعرف، ورتنا كيفاش نجمو نعرفو الشحور بتاعنا سي بون طاب وموراه واضحه فهمتوا. المهم البنات خليكم شويه مع الفيديو صراحني بتسالي في المية كبيرة ما شاء الله نعملو ايه فهمت سمعت من هذا سمعت كلمة ثلاثة بس هاي ثلاثة من هذية وبحتى اللي نصقوهم على بعض ما شاء الله يخرج ونديروا اي مثال كيف تخلي واحد في دارة تدير مثلا 3 كعبات ولا 5 كعبات طيبة في بلاتو بعد اللي يقصها على ثلاثة قصها ساعة قبل على ثلاثة قبل طيبة بعد ما طيبتها قصها على ثلاثة هي طيبة نفس الطول ونفس العرض هي طيبة وهي طيبة في كل طبقة 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 رتنية خليها عادية طبقة فوقانية اعمل هيك الكريمة اللي حضرتها اللي هي الكريمة بعد ما تبرد زيدها هيك الزبدة تركضيها بالبيه بالبيه طبقة الأولى عادية فوقها كريمة
بعد الطبقه الثانيه الكريمه بقى على طبقتين كريمه وفوق تخليها لا سامحيني اخواتي نقص على الكريمه بعد ما طابت هي سخونه زيدها زبده هي سخونه ولا هي بارده خليها تبرد على طابت بعد ما تبرد انت عارفه فيها الزبده راهي الزبده علاش دوبلي كتولي باش كي تضرب فيها لازم هيك تكون بارده وزيدها زبده كيفاش مبردها قلت لك خليها في كميرتها سخونه هذه هي تو كريمه هنا ونجي بابي فريش ونص شفاه ولا ساشي ولا باش ما تعملش كي القشرة الفوقانية هذيك القشرة الفوقانية راهي تبرد شوية تولي تظلي دافية تحطي لها الزبدة ولا زعما بارد 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 كيف تعمليها دافية تعمل فيها الزبدة راهي تسخن لك تو البنات دخلنا البقلاوة متاعنا للفور تفقدناها لقيناها بدات تاخذ لون اما مازلت شوي وهذا الشهور بتاعنا ها قريب يطيب طبعا احنا بتسالي كميه كبيره ما شاء الله نعملو ايه فهمت بس سمعت من هذا سمعت كلمة ثلاثة نص كلمة ثلاثة من هذية وبحتالي نسقوهم على بعضها ما شاء الله يخرج ونديروا ايقوا مثال كيف تخلي واحد في دارة تدير مثال 3 كعبات ولا 5 كعبات طيبة في بلاتو بعتالي قصة ولا ايه مش على ثلاثة قصها ساعة قبل على ثلاثة قبل طيبة بعد ما طيبتها قصها على ثلاثة هي طيبة نفس الطول ونفس العرض هي طيبة وهي طيبة ففي كل طبقة 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 الثانية خليها عادية طبقة فوقانية اعمل هيك الكريمة اللي حضرتها اللي هي الكريمة بعد ما تبرد زيدها هيك الزبدة تركضيها بالباهي بالباهي الطبقة الأولى عادية فوقها كريمة بعد الطبقة الثانية الكريمه بقى على طبقتين كريمه وفوق تخليها لا سامحيني اخواتي نقص على الكريمه بعد ما طابت هي سخونه زيدها زبده هي سخونه ولا هي بارده خليها تبرد على طابت بعد ما تبرد انت عارفه فيها الزبده راهي الزبده علاش دوبلي كتولي باش كي تضرب فيها لازم هيك تكون بارده وزيدها زبده كيفاش مبردها قلت لك خليها في كميرتها سخونه هذه هي تو كريمه هناك ونجيب بابي فريش ونص شفاه ولا ساشي ولا باش ما تعملش كي القشره الفوقانيه هذيك القشره الفوقانيه راهي تبرد شويه تولي تظلي دافيه تحطي لها الزبده ولا زعما بارد 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 طبينا عليها الشهور البنات خرجناها زدنا هيك قصيناها صبينا عليها الشهور ورجعناها شويه هيك لل للفور معناتها هذه أستيس زادا قالت لنا علاش باش نعملوا كاكتا كل شيء نقول لكم ان شاء الله كي نصور ال نصور لكم معناتها فيديو نتاع البقلاوه الجابسيه اللي بنات صبينا عليها الشهور وزدنا رجعناها شويه للفور اشعلنا لها مثلا شعلوا لها من فوق شويه هيك ما شويه برك البنات 3 دقائق هكاك فهمتوا المهم وما شاء الله الريحة ما شاء الله في الباتيري ما شاء الله ريحة تبل نرجعها شوية ومن بعد باش نخليها معناتها ترتاح شوية تبرد وباش نقصها وباش تورينا زادا اليوم البنات الملفاي زادا كيفاش نعملوه حتى هو يجي بالبات في ايدي ويجي البنات بالكريم مثلا تعملوا له الكريم باتيسير هذيك وكنت تحبوا تزينوه من فوق بالفاكهه تحبوا تزينوه بالفوندون الفوندون البنات اللي هو سكر محور وحليب يعني تخلطوه مليح والا يبيعوا فيه حاضر تنجموا تشروه حاضر معناتها وكل وهذا اللي هنا تو توري فينا كيفاش باش نحلوا نحلو في العجينة هذه العجينة المورقة مش نعملو بها البنات تو مش نعملو مش نعملو الملفاي البنات كورتنا كيفاش عملنا طبقتين من طيبناهم والبنات كان بعد بنحلو بالكدي العجينة نحطها بطبيعة في البلاتو والبيك بات هذا نقباها كما عندكمش البيك بات هذا تنجمو تعملوه بالفرشيطه تنقبها مليح ودخلها للفور البنات عملنا زوز طبقات طيبنا معناتها مرتين خاطر باش نعملو زوز طبقات فهمتوا وهذه اللي هنا هي طابت وحده ونكملو طيبو الاخرى باش نطيبو زاد الكريم باتيسير البنات حصلوا الملفي بصراحه اني واحده من الناس يعجبني بالكريم باتيسير بصراحه
يجي بنين. وفوق بصراحة الطبقة بتاع الفندق تزيد، هي اللي تزيد تبنن الملفاي، فهمتوا؟ فما شكون حتى بالفاكهة من فوق مني، أما طبقة الفندق هذه كم أحلاها في الملفاي. ما شاء الله البنات اليوم تعلمنا برشا حاجات، ربي يبارك لها إن شاء الله. سكر فهمتوا البنات بعد ما طيبنا الجنواز بتاع الملفاي نقسموهم، نقسمناه معناتها الجنواز باش على ثلاثة، باش نجمو نعملوها ثلاثة أنواع بتاع ملفاي. لهنا البنات هكا باش نذوبو في الفندق، خاطر تو الشتا يولي يابس معناتها، كل لازمنا نذوبوه باش بعد نصبوه. ها كيما تشوفوا لهنا صبوه على الملفاي، شوفوا قسمناه على ثلاثة تروا بارتي، عملنا طبقة من لوطة جنواز، ومن بعد عملنا الكريمة، وزدنا عملنا طبقة أخرى جنواز، وعملنا معناتها الفوندو. الفوندو هذا خليناها طبيعي عادي، زدنا عليه كشوكولاتة، ومن بعد باش نزين كيما قاعدين تشوفوا. البنات هذا فوندو خليناه عادي ابيض لونه، فهمتوا؟ صبيناه على الملفاي وعملنا الشوكولاتة كما شفتوا كيفاش عملناها، ومن بعد مشيناها بالخلاف باش يولي عندك الشكل المزيان. ومن بعد البارتي الاخرى من الملفاي البنات الفوندو هذاك قد تجمو تزيدوا معاه مثلا شوي كراميل، ولا تزيدوا معاه هكا شويه قهوه ولا حاجه باش يولي لونها كراميل، وتزينوا من فوق كيما قاعدين تشوفوا، ومن بعد تزيدوا بالهزو بالكردون بالخلاف، شفتوا باش يولي عندنا شكل الملفي. والشكل الاخر البنات باش نزيدوا نحطوا عليه الكريمه، وباش نحطوا نرشوا عليه الفاكهه المهروشه. هذا هو الملفاي والتوا البنات، عملنا الملفاي وعملنا البقلاوه الجابسيه. البنات الامانه بنا بصراحه بنا عالميه. البنات هذا الملفاي بتاعنا، نودكم ولا نشهيكم، ان شاء الله قسمكم في الجنه بالفاكهه من فوق معناتها، وبالفوندو بالكراميل وبالفوندو العادي وكل. البنات معناتها زوز جو ما شاء الله. وهذا لهنا البقلاوه الجابسيه والبلفاي حطيناها بحضة بعضها. البنات حبيت نقول لكم حاجه، حتى كنكم تقروا ولا معناتها سي مثلا تخرجتوا ولا المهم وقاعدين في الدار بشهيتكم ولا مغير شهيد، ننصحكم الناس الكل يغتنموا الفرصه حتى في الصيف في العطل في حاجه هان بارتو يعملوا في الفورماسيونات وكل شيء. تعلموا صنعة كما يقولوا فيها احفظ واترك، ولا والصنعة باهية معناتها. انصحكم خاطر ما ان بلادنا يتخرجوا ويقعدوا معناتها يتفرجوا على شهيدهم وما يخدموش بها، ولهذا كل واحدة تخمم هكا معناتها تعمل حاجة باهية تسترزق هكا باها، ومن غير ما تقعد حايرة كل شيء معناتها، تقعد حيرة كما قرتش معناها ما خدمتش بقرايتها كل شيء، تقعد معناتها شنو باش تعمل وكل. تنجم تعلم الصنعة اللي انت تحبي عليها تعلمها هكاكا، حتى كان ما معناتها ما دهومش لل معناتها باش يخدموا، على الاقل انا عنده بصنعة ينجموا كيس تحقها يلقاها. والصنعة راهي كنز، قالك كيفاش يقولوا فيه المثل، يوفى مال الجدين وتقعد صنعة اليدين. بصراحة وي بصراحة والله معناتها صنعة ما كيفها حتى شيء. المهم البنات نزيد نقول لكم في آخر الفيديو، تبعوا غرامكم ديما، اقعدوا في البلاصة اللي انتم مرتاحين فيها، اللي انتم ألازك باش تعملوا حاجة فرحانين بها ومزيانة، وديما الجو اللي يعكر صفكم وكل شيء ابعدوا عليه، وما تأسفوش على حاجات اللي تتعكركم، اللي تخليكم متغشين، تخليكم مش مرتاحين. ديما اجلبوا لرواحكم الطاقة اللي معناتها الإيجابية، وديما اقعدوا مع الناس إيجابيين، اقعدوا مع الناس هكا معناتها ناس يضيفوا لكم وبلاصة تضيف لكم،
وكل خاطر خاطر بصراحة بصراحة واحدة من الناس كيف تضيع وقت بالنسبة لي، كيف نقعد في بلاصة في المكان الخطأ. شوفوا البنات هذيك هي البقلاوة والملفي، شوفوا البنات لهنا زاد عملنا جاتو سواري، زاد هذا الكومون عملت ما شاء الله معناتها البنات. شوفوا وبالطبيعة البناء تحكي وحدها، شوفوا البنات ما شاء الله اليوم خدمنا بالقدي بالقدي، خدمنا خدمة هايلة، تعلمنا بالقدي ما شاء الله عليها. وقاو البنات كما قلت لكم ما تنسوش كلامي هذا، حطوا في عين الاعتبار. ان شاء الله كان فاتكم الفيديو متاع اليوم واستمتعتوا به، ان شاء الله يا ربي يقدم لكم الاضافة. ولهناك حطيناه في حطيناه في 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 باكو كوموند قلت لكم هذه. باهي الواحد كي يصنع حاجه كمزيانه ويفرح بها ويعملها هو خاص معناتها بدون اعانه من حتى حد، يحس روحه كزمان عمل حاجه روعه وحاجه فرحان بها ويحبها. كهو البنات ما تنسونيش بتعليقاتكم المزيانه كيفكم ولايكاتكم، وربي يفضلكم ويرزقكم اضعاف ما تتمنوا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، مازال برشا حاجات مزيانه، برشا حاجات جديده، برشا حلويات رمضان. استنوني في فيديوهات اخرين ان شاء الله ربي يسهل، والمهم نلقوا السلعه نخدموا على رواحنا. ربي يعطيكم الخير الناس الكل. تو بقى لي كام نقول لكم، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بسلام الناس كله في امان الله.